سياسيا، شارك مؤخرا وفد من منظمة الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة مريم أحمد جميل في أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع لأمانة نساء حزب المؤتمر السوداني الحاكم، حيث جرت أعمال المؤتمر بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بحضور عدد كبير من النساء السياسيات بالحزبين. محمد عثمان بشير وافانا بالتفاصيل. المرأة في عالم متغير، ذلك هو موضوع هذه الندوة الإقليمية السياسية التي نظمت من قبل أمانة شؤون المرأة بحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم في دورته الرابعة، حيث قد شارك في هذه الندوة وفد من منظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ أوف MPS بقيادة رئيسة المنظمة مريم أحمد جميل. هذه الندوة السياسية قد تم فيها مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص المرأة، إضافة إلى إبراز دورها والمشاركة من أجل المساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية والقرارات السياسية. كلمة منظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ في هذه الندوة قدمت من قبل رئيسة المنظمة، وقد جاءت كلمتها على شكل إشادة وثناء من هذه البادرة التي كانت من قبل نساء حزب المؤتمر الوطني السوداني، مؤكدة أن المرأة لا يمكن أن تقوم بدورها الحقيقي لم يكن هنالك تمكين كامل من حيث جميع الجوانب المادية والفكرية. حيث قد شارك في هذه الندوة عدد من قيادات المنظمات النسوية السياسية لكل من تونس، أوغندا، كينيا، إثيوبيا، والسودان، وتشاد. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية النشرة قدمناها من الفضائية التشادية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن ألقاكم، تقبلوا تحياتي والفريق العامل. طابت أوقاتكم، تصبحون على ألف خير.